كان فيلم في السينما كان اخراج محمد سامي ماشي وكريم اخويا ومحمد سامي مش عارفين بعض يعني كانوا لسه مش صحاب وفضلوا يكرهوا بعض بسبب الموقف ده كتير جدا كويس. فواقف انا وسامي وكريم مش عارف سامي مخرج بس ساعتها ما كانش لسه صح وشه معروف فكريم خارج من فيلم سامي وبيقول رايه في الفيلم ومش عارف ان هو واقف فلسه انا عايز اقول له ده فيلم سامي كريم خارج قال لي الفيلم بلح احب الحاجات دي قلت له سامي مخرج الفيلم قال لي بلح باللوز لذيذ وعسل بدا ايه طبعا بيحاول يلمها طبعا انا الموقف ده قعدت الم ما بينهم لان خلي بالك سامي سخن وكريم اداها خلاص ففضلنا نلم وفضل سامي كاره كريم هو اللطيف ان كريم كمان مش مندفع زيك يعني كريم ينقي كلامه وذوق شويه حذر ما هو قال لك بقى مستحيل يبقى انا واقف في السينما مع مخرج الفيلم هو وخرج عمل كده دي وحشه